مرحبا، يعطيكم العافيه وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي لكم عن شغله جديده ممكن تسووها في اوتوا، اللي هو تتصوروا مع اوتوا ساين. هذا الساين زي ما انتم شايفين الناس تيجي عليه قاعده، حطوه جديد بتلون بالوان مختلفه بحسب المناسبه. اليوم معطينه هذا اللون، هاي تغيرت الالوان، الناس كلها عم تيجي تتصور معاه. بس حاعملكم تريك، كل الناس تيجي تتصور من هون، في من ورا ما في شيء، هيو ومن هون شايفين كيف. فاحنا حنسوي هلا سيلفي معاه زي ما الكل بيسوي. هاي كمان سيلفي، يا حلو. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.